السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم حبيت انزل مقطع. هو شباب راسلوني طبعا من الوطن العربي ومن طبعا دول العالم والعراق، يطلبون من عندي بين اني ما دام مثلا تركيا، وتعرفون تركيا يعني مشهورة بزراعة الشعر وطب الاسنان، تجميل الاسنان، تجميل الوجه، وعمليات لشد البطن، يعني شلون نقول للتنحيف، تصغير المعدة. هو يسألوني بهالخصوص هذا، وبتركيا هاي موجودة كلها، وأضاف لهذا الشيء هي السياحة يعني موجودة، اللي يجي مثلا هنا هم يتونس وهم راح يدخل بهاي المراكز، وشغلهم يعني أحسن من الشغل باقي الدول. يعني حتى أكو ناس تجي من أمريكا، تجي من دول العالم، تجي من كندا، تجي من ألمانيا، السويد، يجون يسوون عمليات هناك تركيا. هي مختصة بهاي الأمور، أجهزتهم يعني حديثة، دكاترتهم يعني زينة، وضمان بهذا الشيء هم معتهم. فاستجاب اللي هو الناس طلبوا من عندي نزل هذا المقطع بخصوص زراعة الشعر. طبعا تعبت هواية، الله، وصلت لهاي النتيجة. أنا سألته يعني، دورت بالفيسبوك وهاي المنشورات وهاي، لقيت مركز. طبعا طبعا هو أحسن يمكن مركز قاعد أشوفه، يعني هم ناس شلون تقول كويسين، زينين يعني، يجاوبون معاي. فقبلوا ان انزل مقطع فيديو عنهم، بس انا ما الصراحة شوي هم شلون تقول عندي شغل انا، والعمليات ما تكون وانا موجود يعني هم. فقلت لهم ادوا لي فيديوهات، سجلوا لي فيديوهات، وانا يعني مسوي لقاءات ويا ناس مسوي لهم هم عمليات من كافة الدول، حتى من العراق اكو، من امريكا اكو، من كندا. هم قلت لكم مختصين لطب الأسنان وزراعة الشعر. إن شاء الله أنا الفيديوهات القادمة راح أنزل عن تجميل الأسنان وتبييضها وزراعة الأسنان، يعني بكافة أنواعها، مثل تركيب الأسنان وزراعة الأسنان. طبعا هم مختصين، عندهم قسم بهذا الشيء، وعندهم تصغير المعدة أيضا، وشد الوجه، تجميل الأنف، يعني تجميل الوجه، تجميل الأنف، وأهواي أمور إن شاء الله راح أنزل مقطع بها. هسه خلينا بزراعة الشعر. طبعا هذا الفيديو راح أسوي زراعة الشعر. زراعة الشعر هم عندهم طبعا، والمركز اسمه بروميت، بروميت، مركز بروميت باسطنبول طبعا بتركيا. هم يتكفلون من تجي، يعني أنت خلينا نقول أنت تخابرني، أنا راح أخلي تليفوني تخابرني، او بالتعليقات انا ان شاء الله اجاوبكم. من راح تخابرني؟ من كافة دول العالم، من كافة الدول العالم. ما راح اخلي بي تليفوني واتساب، يعني تقدر تخابر علي، وانا احولك للموظفة اللي هي تدليك يعني، اي استفسار عندك راح هي تجاوبك. طبعا انا ما الي بها اي شيء، بس يعني شلون تقول حبيت اوصل هاي الفكرة للعالم اللي طلبوا من عندي، واستفادة للعالم يعني، حتى يستفادوا بهذا الشيء. واكو يعني مراكز تقفيص، يعني يقفصون والزرع مو شيء مثل عتهم، وهاي امور والمبالغ غالية تصير. المهم خلينا بهذا المركز. المركز طبعا بروميت هو باسطنبول، تركيا، اسطنبول. قلت لكم مختص يعني ازيد اختصاص زراعة الشعر وشد الوجه وتصغير المعدة وشفط الدهون وتجميل الانف وتجميل الوجه، يعني عملية تجميل الانف قصدي. اليوم راح ننزل هاي الحلقة زراعة الشعر. عندهم هم طبعا كادر يتلقاك من المطار، يعني مخاف ما انت ما جاي تركيا لأول مرة، يقول لك انت بيا مطار اليوم راح تنزل، هو القريب عليك، مثل يا مطار، مطار صبيحة او مطار تركيا هاي اللي هو الجديد اللي فتحوه. فهم يقولوا لك انت احجز على هذا المطار، انت من تنزل من الطيارة بتركيا بالمطار المريود تنزل بيه، هم راح تلقى كادر واحد يتلقاك، عنده سيارة ياخذك للفندق،
يحجز لك فندق، وجبات طعام مجانية، الفندق عليهم مجاني، السيارة توديك وتجيبك لحد المطار تراجعك، هاي مجانية على حساب المركز، المركز يوديك ويجيبك. إضافة لهاي الأشياء يعني يعلمونك أكو هاي شغلات، مثل تي تروح خلصت عندك سياحة تي تروح، وهاي يعني يدلوك على الطريق اللي تروح بيه وتجي بيه، واحتمال يعني يخلون حتى عندك سائق تحت أمرك تروح وتجي بيه حسب طلبك أنت، أو تريد أنت تروح تفطر، بس هو الفندق عليهم ووجبات الطعام عليهم، ووصلك من المطار ورجعك إلى المطار من تخلص العملية، ويكون وياك لحظة بلحظة، وأنا هم موجود وياكم إن شاء الله. يعني أي واحد يوصل هنا المطار يخابرني، يقول لي علي وصلت، حتى هم ألتقي به إن شاء الله، وأسوي يعني فيديو شلون راح يسوي لزرع الشعر، ومن البداية للنهاية طبعا، وإذا ما رغب ينزل فيديو، بس مجرد ألتقي وياه، وإذا ما يحب يصور بس أسلم عليه. زين، المهم شباب، هسه اكو عندي مقاطع فيديو راح ادمجها ويا هذا الفيديو اللي انا هسه قاعد احكي بيه، وراح يشوفون الناس اللي ملتقين بيهو وكيف هم زراعة الشعر. وضاف لهذا الشيء ان شاء الله انزل لكم مقاطع الحلقة الجاية، انتظروني، عن تبييض الاسنان وزراعة الاسنان، طبعا بنفس المركز، ما قدرت انا انزل يمكن اذا نسوي، بس هذا مقطع بالبداية. خلينا نشوف بعض المقاطع اللقاء مع الناس اللي زرعوا الشعر، ونشوف بابا شنو، هل هو المركز يعني مضبوط ولا لا. نشوفهم هم زرعوا الشعر عندهم، يلا انتظروا خلينا نشوف. والله بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي علاء من السويد، يعني أسكن السويد، وعملت العملية الكلينيك اللي اسمه بروميد، وحقيقة التمسته أنه هو كلينيك كلش راقي، وأريد أشكر الطاقم الطبي اللي شرف على العملية وعلى الفندق اللي هم حجزونا به، فندق كلش راقي 5 نجوم، وحقيقة حسيت أنه أنا بين أهلي وناسي على المدارات اللي هون. ودي أشكر بالذات المترجمين وطالي أخت إيناس اللي هي كانت ويانا على طول الخط، مثل ما نقول ما تركتنا ولا لحظة، وقدمتنا كل اللي نحتاجه. فأنصح كل اللي يحب يعمل زرع شعر يتقدم على الكلينيك، وكل الموفقية. وحقيقة أنا بعثت صور لأصدقائي، قالوا لي يعني مبدئيا ومن البدء انه العمليه ناجحه على اللي شافوه اللي هم عاملين قدامي. فانصح كل اللي يحب يعمل الشعر. مرحبا، انا اسمي محمد من العراق، عايش بالسويد. فكنت اعاني من مشكله اللي هي مشكله تساقط الشعر. الحمد لله قدرت اني احصل هذا المركز اللي هو مركز بروميد، طبعا عن طريق اصدقائي قبلي كانوا مسوين العمليه. بالبدايه كنت متخوف من مساله الالم او العمليه ما تنجح، بس الحمد لله من اجيت للمركز لقيت الخدمه جدا ممتازه، السيرفس اوكي، الكادر الطبي بروفيشنال متطور جدا. بالاخير انا جدا راضي عن العمليه بصراحه، يعني بدون مجاملات جدا راضي عن العمليه، وحتى يعني خلوا لي خصل كلش هوايه، وحتى الاسعار ما كانت غاليه. سويت مقارنه ما بين الاسعار بالمراكز الثانيه، كانت الاسعار جدا مناسبه والشغل افضل. فالحمد لله انا جدا محظوظ انه اجيت المركز.
عمليه صياغه الشعر زائد اللحيه او دهن. هون مركز بروميت طبعا مركز كتير مرتب كتير نظيف، طاقمه الطبي محترم، المترجمه كتير مرتبه، زائدا حبيت الشغل معاهم والتعامل معاهم، واشجع كل حدا بده يعمل زراعه شعر يجي لهون. في مساعدات معنويه وشخصيه للمريض. اسمي عبد الرحمن ابو ديه، انا عملت عمليه شعر، زراعه شعر وزراعه لحيه هون في بروميد هير، والصراحه انا مبسوط كثير بالنتائج لحد الان، وكان التيم ما شاء الله انه مساعدين ولطيفين جدا، ويعني ما وظلهم معي طول الرحله، وهم بيساعدوني وبحكوا لي شو اعمل، ويعني ظلهم مكملين معي الموضوع. انا بتشكر كثير للمركز هون، وبتشكر اللي ساعدوني يعني كثير اللي هم المترجمين المترجمين والطاقم الطبي يعني. تمام أنا قبل العملية ما كنت بلحية، وهلا صرنا واحد يعني. مرحبا، أنا عبد الله من لبنان. زرعت شعري مثل ما شايفين، هيدا نهار الـ15 عندي عند بروميد بتركيا اسطنبول. استدليت عليهم عبر الحلاق عندي، أعطاني رقم حسن على الواتساب دغري، رد علي حسن، شرح لي كل شيء من الألف للياء، حتى لدرجة بيومين أنا قررت وسافرت دغري. يعني كان حاجز لي النقليات من المطار للأوتيل، أوتيل للمطار، حاجز لي الأوتيل، أوتيل 5 نجوم الهوليدي إن، وخبرني كل شيء كيف حتكون العملية، شو قبلها شو بعدها. كان كتير واضح معي. سافرت لهونيك، الشباب كتير طيبين، نقلوني من المطار، الأوتيل كتير مريح، العمليات كانت ناجحة كتير، كلهم لطيفين، الطاقم اللي هونيك، الدكتورة، الممرضات، كلهم كانوا خدومين ومريحين، يعني التعاطي معهم كتير مريح ولطيفين جدا. حتى ما بعد العملية، يعني أنا هلا لما رجعت على لبنان، من النهار اللي برجع على لبنان كل الوقت بيكون معي على الواتساب، أي شيء أنا أي سؤال كان حسن معي على الخط بسأله بيجاوبني لهلا لنهار الـ15، وكمان بعد لقدام حيضلوا معنا، بيضلوا عم يساعدني. فأنا بنصح ببروميد أي حدا أن حابب يزرع شعر، النتيجة مثل ما شايفين على نهار الـ15 بتخيل كتير منيحة، ما في أي ورم، ما في أي التهابات، والمتابعة كتير كتير جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعطي نصيحة للناس اللي بدها تزرع الشعر. طبعا أنا ظليت تقريبا 8 شهور بتواصل مع مشافي، والكل كان يقول لي إنه بدك جلستين علشان تغطي مساحة الصلع، لأنه مساحة الصلع كانت عندي كبيرة. فالحمد لله رب العالمين، بعدين تواصلت مع مشفى بروميت اللي يزرعوا شعر من دود، يعني زراعة الشعر عندهم من دون عدد بصيلات محدد. فالحمد لله رب العالمين تواصلت مع الدكتورة أسيمة، وبعدين حلت المشكلة بجلسة واحدة، يعني حطيت 6000 بصيلة. شوفوا يعني الحمد لله الكثافة كويسة. طبعا المشافي الثانية كانوا يقولوا لي كلهم بدك جلستين. فالحمد لله الخدمة كويسة، ورحنا نزلنا وعملت ال 7 ساعات تقريبا كانت الجلسة، 6000 بصيلة، والحمد لله رب العالمين. الآن هاي النتيجة بعد 10 شهور.